سفر الملوك الثاني بيسجل لنا حياة 27 ملك من ملوك إسرائيل ويهوذا، ونلاحظ أنه الكتاب المقدس بيسجل لنا البيت والأسرة اللي نشأ فيها وبصفة خاصة اسم الأم، كأنه عايز يعلم كل أسرة أنه تربية الأولاد ليها أساس وعامل مهم في تربية الولد في طريق الرب أو في طريق الشر. أدعوك عزيزي المشاهد لتتابع معنا دراسة سفر الملوك الثاني من خلال برنامج فاحصين الكتب. وكلم أليشع المرأة التي أحيا ابنها قائلا: قومي وانطلقي أنت وبيتك وتغربي حيثما تتغربي، لأن الرب قد دعا بجوع فيأتي أيضا على الأرض 7 سنين. فقامت المرأة وفعلت حسب كلام رجل الله، وانطلقت هي وبيتها وتغربت في أرض الفلسطينيين 7 سنين. وفي نهاية السنين 7 رجعت المرأة من أرض الفلسطينيين وخرجت لتصرخ إلى الملك لأجل بيتها وحقلها. وكلم الملك جيحزي غلام رجل الله قائلا: قص علي جميع العظائم التي فعلها أليشع. وفيما هو يقص على الملك كيف أنه أحيا الميت، إذا بالمرأة التي أحيا ابنها تصرخ إلى الملك لأجل بيتها ولأجل حقلها. فقال جحزي: يا سيد الملك، هذه هي المرأة وهذا هو ابنها الذي أحياه أليشع. فسأل الملك المرأة فقصت عليه ذلك، فأعطاها الملك خصيا قائلا: أرجع كل ما لها وجميع غلات الحق من حين تركت الأرض إلى الآن. يا صح 8 بنرجع نتقابل مرة تانية مع المرأة الشونامية اللي قارينا عنها في أصحاح 4، المرأة العظيمة اللي عملت للرب أمور عظيمة واختبرت اختبارات عظيمة، يعني اختبرت الرب في معجزتين مميزتين جدا، اللي اعتنت برجل الله في أوقات الرخاء، الرب بيعتني بها في أوقات الضيق، ويبعت لها أليشع في إرسالية خاصة. وأليشع كرجل الله اللي بيخاف الرب القريب من قلب الرب، الرب بيعلن له سره، في مشكلة هتحصل أو وقت صعب، فالرب بيشارك عبده بما سيفعله حتى وإن كان قضاء رهيب على كل الأرض، زي ما قال عن إبراهيم: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ كمان مشاعر أليشع تجاه الشونامية أنه بكل امتنان بيقدر اللي عملته معاه، زي مشاعر بولس تجاه المؤمنين في فيليبي وتجاه اللي عمله أونيسيفوروس من أجله، وطلب الرحمة لبيت أونيسيفوروس فيقدر محبة ومشاعر إخواته، وطلب منها أنها تتغرب حيثما تتغرب، حدد لها المدة 7 سنين، ما لهاش تروح فين، هي راحت وتغربت في أرض الفلسطينيين بصرف النظر عن المكان اللي هتتجه فيه، فالرب سيكون معها ويعولها. وانتهت المدة ورجعت في الوقت اللي الرب حدده، واختبرت جود الرب، اختبرت سلطان الله على الأحداث اللي بيها يتمم مقاصده وبركة عبيده. الرب المتحكم في الظروف والمتحكم في الأوقات، يعني هنا بيحدد بداية المجاعة ومدتها. شفنا في أصحاح 7 الأصحاح اللي فات متحكم أيضا في بداية الشبع والعطية للرب، كل شيء مكشوف عريان قدام الرب، لكن مين اللي يقدر يعرف الموضوع ده؟ القريبين من الرب، سر الرب لخائفين. أعلن الرب لأليشع، وأليشع أعلن للأتقياء اللي الرب مهتم بيهم، في جوع جاي لكن ما ينساش حتى وإن كانت امرأة واحدة شونامية، أخبرها علشان يحميها من الجوع وقول لها تروحي فين علشان تعيشي وقت المجاعة وتشبعي هناك. لكن المتحكم أيضا في الظروف، وهم بيتكلموا معاه في نفس التوقيت اللي جاب سيرة الست دي، وانت غايبة بقالك 7 سنين، في نفس اللحظة راحت هي داخلة، راح هو قالها هي دي. فكرني بقصة حلوة جت في سفر السير لما اترسمت الخطة على إبادة
مردخاي من همان. وبعدين الملك في نفس اشمعنى الليلة دي، يعني متحكم في الظروف، جاب السفر قعد ويقرأ، ده الراجل ده عمل معايا إحسان، ده أنا كنت هموت، طب عملته مع إيه؟ ما عملش حاجة خالص. طب مين اللي جاي؟ داخل هامان علشان ياخد إذن من ملك موت مردخاي ومجهز له في البيت وسيلة الإعدام. في نفس التوقيت الملك بيفكر، طب أنا أكرم إزاي الراجل ده اللي عمل معايا المعروف ده؟ طب مين اللي بره؟ قالوا له هامان، هاته يا هامان، أعمل إيه مع واحد أنا نفسي أكرمه؟ توقيت الرب والمتحكم في الظروف. وتتقلب الآية، بدل ما داخل علشان يقتله هو اللي جاب لنفسه وتقتل على نفس الصليب اللي كان عمله. نثق في الرب، متحكم في المواقيت ومتحكم في كل الظروف، ويقدر يحولها لخير. أحبائي، مش بس الخطوط العريضة لكن التفاصيل الصغيرة. الخطوط العريضة في مجاعة، مدة المجاعة 7 سنين، اتغربي ومحتاجتش انه حد بعد 7 سنين يقول لها تعالي، هي ماشية وفق الأجندة الإلهية، وكأنها بتعد بالسنة، أنا بتهيألي بتعد بالشهر واليوم والساعة علشان خاطر عايزة ترجع في نفس التوقيت اللي الرب قال عليه. الرب زي ما مهتم بالخطوط العريضة دي، مهتم بالتفاصيل الصغيرة، مع أن فيها أمور مخجلة الحقيقة. جحزي مضروب بالبرف، إيه اللي يخليه قدام الملك؟ هو جحزي وصولي وطماع ويحب يستغل العظماء، عمل كده مع نعمان وبيعمل كده مع يهورام الملك. وعنده بقى من الحكاوي عن أليشع، صدقني ده بيفكرني بناس كتير بتخدم وتتكلم عن الرب وهم ربما مش واخدين حياة. الرب يقول كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا. يعني انت يا جحزي بتتكلم عن أليشع وعن النعمة وعن قوة القيامة من الموت، انت اختبرت اي حاجة من ده كله؟ اختبرت النعمة؟ اختبرت الحياة؟ معرفة، وبهذه المعرفة بيتربح من الملك. لكن دي تفاصيل صغيرة الرب بيستخدمها علشان يكرم الشنامية، تدخل وقت ما الحكاية بتتحكي. يمكن احنا جربنا كتير نقول جبنا في سيرة القط جه ينط، بتبقى مجرد صدف، لكن هنا انت مش قدام صدفة لكن انت قدام ترتيبات إلهية حتى في التفاصيل الصغيرة. بعض المنتقدين بينتقدوا السيدة العظيمة الشنومية، ازاي تسيب أرض الموعد بسبب المجاعة وتروح إلى أرض الفلسطينيين، وبيربطوا بينها وبين أليمالك ونعمي لما راحوا يتغربوا في أرض مؤاب. بس الحقيقة الفرق كبير قوي قوي، لأن أليمالك ونعمي راحوا بدمخهم، من الرب ما كانش قال لهم كده، إنما السيدة الفاضلة الشنومية قامت وفعلت حسب كلام رجل الله. خطة الله في حياتها إنها تروح، والرب مش الموضوع أعمل إيه، الموضوع إن أنا بتحرك طبقا للأجندة الإلهية. الرب شاوري ولا ما شاوريش؟ مرة إسحاق كان ناوي ينزل إلى مصر، جه لغاية بئر سبع والرب قال له لف وارجع، ما تنزلش، اتغرب في تلك الأرض، فزرع في تلك السنة وأصابه 100 ضعف، معناها كانت ظروف جوع. مرة تانية يعقوب قال له انزل، قال له انزل، سأله برضو في بئر سبع قال له انزل. فالموضوع مش أعمل إيه، ممكن رب يسمح لي بحاجة ويسمح لحضرتك بحاجة تانية خالص، لكن الموضوع هل أنا بتحرك طبقا للأجندة الإلهية طبقا لكلام الرب ولا لا؟ هي اتحركت طبقا لكلام الرب. الأجندة الإلهية التاريخية ليها طابع نبوي، مش معنى 7 سنين، يعني ليه مش أكتر ليه مش أقل؟ لا، هم 7 سنين لأنه هيكون في ضيق 7 سنين، وهنا مجاعة وضيق لمدة 7 سنين. لازم تتغرب لأن اليهود هيكونوا مشتتين، لازم يرجع، لازم ترجع لأرضها. طب ما تغربت والأشياء معدن والأمور مشيت، ليه ترجع؟ لا، لازم ترجع. فالأجندة الإلهية التاريخية دي ليها طابع نبوي بنفهمه من خلال باقي الكتب النبوية. استكمالا لكلام الأخ أسامة، بدون شك أن القصة دي سبب تعزية للمسبيين لما يقروا السفر ده ويتأملوا في فضائل الله، في أعمال نعمته، في أفكاره الصالحة، أمانته لأتقياءه. هو صحيح يؤدب لكن لا يتباعد عن شعبه، في أيام الضيق هو مسؤول عن إعالة شعبه، زي ما بيقول المرنم في مزمور 37، الرب عارف أيام الكملة، ميراثهم إلى الأبد يكون، لا يخزون في زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعون. يتعزب سلطان الله على الأحداث والأشخاص، ملوك وأباطرة العالم بيتحركوا لأن الرب هو اللي بيحركهم بما يخدم مقاصد الله وما فيه بركة لعبيده.
ده المكتوب عنه المخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل ما سرته. يعزيه لما يشوف وجود الرب. هل كانت تتصور هذه المرأة أن الملك يرجع عليها كل شيء، لا مش بس الأرض والبيت لكن كمان غلات الحقل منذ أن تركت الأرض إلى الآن؟ وإحنا برضو يعزينا لما نتأمل في أمانة الرب لمواعيده، سلطان الرب على الأحداث، وجود الرب وقلبه الصالح اللي مليان بالخير لنا مهما كانت الظروف. كمان زمن الدقيقة زمان محدود. قال للرب اللي ملاك كنيسة سمرنا إن هيكون لك ضيق 10 أيام، ما ينفعوش يبقوا 9 أو 11، لا هم 10. 9 يبقى اللي ربنا عايز ينتجه فينا من خلال الألم مش هيكمل. 11 لا الطبخة هتشيط بقى، فهم 10، لا هيبقوا 9 ولا هيبقوا 11. وهنا برضو تغربي 7 سنين، وما ينفعش إلا إنهم 7 سنين، والتوقيت اللي رجعت فيه كان يؤكد إن الرب محدد كل حاجة. ملك سميع الحقيقة اللي هو يهورام حب يسمع. فكرني بملك اللي كان أي يوحنا المعمدان هيرودس، حب يسمع، مبسوط قوي. يوحنا المعمدان ده لذيذ قوي، هتقولي يمكن كل يوم يبعت يجيبه في القصر بتاعه ويسمع منه الوعظة المحترمة، وبقى مسرور. الكتاب بيقول لنا إنه كان يصر بالكلام، لكن بعد ما يمشي يوحنا المعمدان هتقولي بقى الرقاصة. كل حاجة ليها دورها وكل حاجة ليها وقتها، كل حاجة يديها ساعة معينة، وفيما بعد طبعا قطع رقبته. يعني بلاش نتغش في السميع على الكتار قوي، كلمة بتدخش الودن تطلع من الودن التانية. زي برضو جيحزي عنده كلام كتير يمكن بنوا الأنبياء ما يعرفوش عن أليش على اللي يعرفه جيحزي، ده كان لازق فيه، عارف عنه حاجات كتير جدا، ويمكن في أيامنا دي كانوا استضافوه في القنوات كلها علشان يسمعوا عنه. لكن للأسف ده ملك شرير وده غلام، لكنه لازال أبرز حتى الآن. لكن الرب في نعمته حكمته يحول كل ده لخير الشونامية في التوقيت ده، علشان قلب الملك يرق ليها ويدخل. هي دي رجعوا لها كل اللي كان ليها. أخد تطبيق روحي من اللي اتقال عن الشونامية في عدد 3، يقول الكتاب وخرجت لتصرخ إلى الملك لأجل بيتها وحقلها. وأنا أقول طب وإحنا برضو مش محتاجين نصرخ للرب لأجل بيوتنا ولأجل أولادنا ولأجل عائلاتنا، إن هم يعرفوا المعرفة الحقيقية ويتمتعوا بالخلاص والميراث. خرجت لتصرخ لأجل بيتها ولأجل حقلها. حقلها ممكن يكون خدمتنا محتاجة للصلاة، شغلنا محتاجين نصلي لأجل هذه الأمور، وحلو الأولويات مش لأجل حقلها وبيتها لكن بيتها وحقلها. كلام حلو عن ابن المرأة دي. قالوا برضو جيحزي هذا هو ابنها الذي أحياه أليشع. علامات الحياة باينة فيه. يا ترى أسأل نفسي وأسأل كل إخواتي معايا، لما الناس يشوفونا يقولوا هذا هو مين اللي أحياه المسيح فعلا بين مظاهر الحياة علينا، ولا يقولوا هذا هو ويلزقوا به أي لقب أو أي صفة من صفات أهل العالم؟ ساعدنا الرب علشان الناس تشوف المسيح وعمل المسيح فينا. وجاء أليشع إلى دمشق، وكان بنهدد ملك أرام مريضا، فأخبر وقيل له قد جاء رجل الله إلى هنا. فقال الملك لحزائيل خذ بيدك هدية واذهب لاستقبال رجل الله، واسأل الرب به قائلا هل أشفى من مرض هذا؟ فذهب حزائيل لاستقباله وأخذ هدية بيده، ومن كل خيرات دمشق حمل 40 جملا. وجاء ووقف أمامه وقال إن ابنك بنهدد ملك أرام قد أرسلني إليك قائلا هل أشفى من مرضي هذا؟ فقال له أليشع اذهب وقل له شفاء تشفى، وقد أراني الرب أنه يموت موتا. فجعل نظره عليه وثبته حتى خجل، فبكى رجل الله. فقال حزائيل لماذا يبكي سيد؟ فقال لأني علمت ما ستفعله ببني إسرائيل من الشر، فإنك تطلق النار في حصونهم وتقتل شبانهم بالسيف وتحطم أطفالهم
وتشق حوامله. فقال حزائيل: ومن هو عبدك الكلب حتى يفعل هذا الأمر العظيم؟ فقال أليشا: قد أراني الرب إياك ملكا على أرام. فانطلق من عند أليشا ودخل إلى سيده فقال له: ماذا قال لك أليشا؟ فقال: قال لي إنك تحيا. وفي الغد أخذ اللبدة وغمسها بالماء ونشرها على وجهه ومات، وملك حزائيل عوضا عنه. في الجزء اللي سمعناه أقدر أشوف الحقيقة تنوع واختلاف الإنسان وطبعه وعدم معرفته وجهله. يعني الملك أرام، يعني أنت ما عرفتش أنه في أليشع ومحتاج له دلوقتي إلا لما مرضت وبعت له هدية. طب قبل كده بعت له إيه؟ بعت له جيش عشان يحصر ويقبض عليه. ودي مشكلة الإنسان اللي مش عايز يعرف ربنا إلا وقت ما يكون محتاج له. مريض يجر على الرب، في ظروف صعبة يجر على الرب. طب ولو ما فيش، لا يجر على العالم ويبعد عن الرب تماما. هنا قال لي حزائيل: خد بإيدك هدية وروح، عرفت أنه دلوقتي يقدر يشفيك. لكن في درس لازم يتعلمه كل إنسان، أنه مش شرط أنه مدام في مرض يبقى في موت. لا، قال له: لا، المرض ده أنت هتشفى منه لكن أنت برضو هتموت. لا علاقة للمرض بالموت، علشان بس ما يفكرش أي إنسان إذا سمح الرب لي بمرض أنه ده هتكون نتيجته الموت. لا، ممكن الموت يجي للأصحاء والمريض يفضل زي ما هو مريض والرب يشفيه. فكرة الثالثة اللي الإنسان ما يعرفش قلبه. يعني لما أليشع بص لحزائيل وثبت عينيه عليه وبكى، هنا أشوف مشاعر أليشع. تبكي ليه على اللي هيحصل على المدينة؟ عنده نفس مشاعر الرب اللي بص لأورشليم وبكى عليها، عارف اللي هيحصل لها نتيجة شرها. فهو حزائيل يرد عليه ويقول له إيه؟ معقول هو أنا أبقى كلب علشان أعمل العملية دي؟ القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أيوة أنت هتعمل الكلام ده رغم اللي قلته على نفسك، لكن هتنفذ الكلام ده لأن أنت مش عارف قلبك، مش عارف اللي جواك نتيجة بعدك عن الرب. في عدد 7 بخصوص مكان تواجد أليشع يقول: وجاء أليشع إلى دمشق. معناها أنه خارج حدود إسرائيل. رحيل رجل الله من الشعب هو نوع من القضاء الإلهي، رجل الله اللي بيمثل كلمة الله. وغيابه عن الشعب معناها غياب التوجيه، غياب التعليم، غياب التوبيخ، غياب المشورة الحسنة، وكأنه قصاص من الله على الشعب المعاند المصر أنه يتمسك بالوثنية بتاعته، أنه يحرم من أعظم امتياز أن تكون كلمة الله إليه. تفكرنا بأيام القضاء اللي اتقال عنها كده في صموئيل الأول 3: كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام. يعني أنت يا بن هدد لما أليشع شفى نعمان أخذ منه الأبيض ولفت، ما هو ما خدش حاجة، لكن هو برضو فكرة أن الخلاص من الممكن أن يشترى، أن البركة ممكن أنا أدفع فيها فأخدها، ما زالت فكرة مش مسيطرة على بن هدد وحده لكن على كثير من الناس. والحقيقة بركات الله وخلاص الله مش للبيع والشراء. لكن لافت نظري كمان حجم الهدية اللي واخدها الملك، مؤكد هتكون أكبر بكتير من اللي واخده نعمان. فيقول لنا أن حزائيل واخد معاه 40 جمل. ده لما عبد إبراهيم خد كل خيرات إبراهيم في إيده خد 10 جمال، ده واخد 40 جمل. بس برضو ألاقي أن في هدية نعمان أنا عارفها 10 حلل ثياب، 6000 شقل ذهب، 10 وزنات من الفضة. طب ال40 جمل دول محملين بإيه؟ الحقيقة معرفش. وأنا ببقى فاهم أنه حتى ولو أليشع ما خدش من نعمان إلا أن الرب قبل عطايا نعمان بدليل ذكرها بالتفصيل، لكن الرب ما قبلش اللي عمله بن هدد لأنه هو بيجري ورا مصلحته ومصلحته فقط. بيلفت نظري كمان أن الرب مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا: رأيي يقوم وأفعل كل مسراتي. من زمان، من سنوات عديدة، قال الرب الإلية اليأسان الفشلان، قال له: هلما راجعا وامسح أليشع نبيا عوضا عنك، وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل.
وبعد سنوات طويلة اللي قالوا ربنا لازم يتم، ويبعت حزائيل عشان يبقى أداة دينون على شعب إسرائيل، وحيعمل فيهم عمايل يعني رهيبة، لدرجة إن أليشع لما كان عارف مسبقا اللي حيعمله حزائيل بكى على شعب الله. عدد 10، فقال له أليشع اذهب وقل له شفاء تشفى وقد أراني الرب أنه يموت موتا. هل الكتاب بيعلمنا الكذب؟ وهل أليشع بيكذب؟ ولا الكتاب بيعلمنا الكذب ولا أليشع بيكذب؟ هو مريض، المرض ده يشفى منه آه، لكن مش معنى إنه يشفى إنه مش هيموت. هو هيموت، لكن هيموت مش من المرض، هيموت مقتول. فهنا مش تحريض على الكذب ولا أي حاجة من ده كله، لكن مش المرض هو اللي هيؤدي بالموت لبنهدد ملك أرام، لكن مؤامرة حزائيل. والرب الفاحث والكاشف في القلوب والمخبر منذ البدء بالأخير خلى أليشع يطيل النظر في وجه حزائيل. وأعتقد أليشع عمل كده مع جحذي، وهو بينظر إليه ويكشف أعماق قلبه ويقول له ما أنا عارف، ما أنت أخدت الوزنتين من الفضة وأخدت حلتين الثياب وناوي تشتري بالفضة وتعمل واحد واثنين وثلاثة وأربعة. بينظر إلى حزائيل، وده بيعرفنا أنه حتى أوقات القضاء وأوقات التعب وأوقات الحصاد المرير هذه الأمور مش بتجرى من وراء ظهر الرب. حاشا. ليه بنهدد أرسل؟ شعر أنه مريض، وبعد زي ما حضرتك أشرت هدية كبيرة جدا، كل غرض أنه هو ينال الشفاء، لأنه كان عنده إحساس أنه ممكن المرض ده ياخد بيه إلى الموت. لكن مفيش وسيلة وصلته علشان يتعظ بيها، كل اللي عايز يضمنه يضمن الحياة على الأرض. الرب حذر الإنسان وقال له جعلت أمامك الحياة والموت، في موت، إنما اختار الحياة لكي تحيا. لا، هو ما خدش بمشورة الرب وسلك في طريق الموت، علشان في النهاية لما يوصل الإنسان للموت الأبدي أنت بلا عذر أيها الإنسان، مفيش حاجة جت عليك فجائية. خطية اللي أنت ماشي فيها أجرة الخطية موت، وما بعد الموت وضع للناس إن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينون. ففي دروس اتكتبت قدام مننا علشان الإنسان يتعظ من خلالها إنه الموت آت، مش مهم يكون ليه سبب ظاهر، لكن منتظر الإنسان البعيد عن الرب. وقاليش عم قالش الحذائيل اقتل بنهدد، لكن دي الشهوة الردية اللي في قلب حذائيل للملك هو اللي خليته يقتل بنهدد. كل في حذائيل بأنه يوصل رسالة إلى ملك أرام، لكن ما كانش أمين في توصيل الرسالة بالضبط. قال نصها بس، قال الكلام اللي يريح الملك، قال إنه حياة يحيا. وده بنشوف فيها اللي بيعملوه المعلمين الكذبة اللي بيتجاوبوا مع لسان حال الناس، طلب الجماهير كلمونا بالناعمات، الكلام اللي يريحهم مش إعلان الحقيقة. وبخصوص ملك أرام برضو بنشوف حكومة الله البارة معاه، حياته كانت تتسم بالقتل والعنف، وبنشوفه مات مغدور به ومقتول. ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. وفي السنة الخامسة ليورام ابن أخاب ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهودا، ملك يهورام ابن يهوشافاط ملك يهودا، كان ابن 32 سنة حين ملك، وملك 8 في أورشليم، وسار في طريق ملوك إسرائيل كما فعل بيت أخاب، لأن بنت أخاب كانت له امرأة، وعمل الشر في عيني الرب، ولم يشأ الرب أن يبيد يهود من أجل داود عبده، كما قال إنه يعطيه سراجا ولبنيه كل الأيام. في أيامه عصى آدوم من تحت يد يهود وملكوا على أنفسهم ملكا، وعبر يورام إلى صعير وجميع المركبات معه، وقام ليلا وضرب آدوم المحيط به ورؤساء المركبات، وهرب الشعب إلى خيامه، وعصى آدوم من تحت يد يهوذا إلى هذا اليوم. حينئذ عصت لبنى في ذلك الوقت، وبقية أمور يورام وكل ما صنع، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ واتجع يورام مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود، وملك أخزي ابنه عوضا عنه. في السنة 12 ليورام ابن أخاب ملك إسرائيل، ملك أخزي ابن ياهورام ملك يهوذا،
وكان أخزي ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم. واسم أمه عثاليا بنت عمري ملك إسرائيل. وسار في طريق بيت آخاب، وعمل الشر في عيني الرب كبيت آخاب، لأنه كان صهر بيت آخاب. وانطلق مع يورام ابن أخاب لمقاتلة حزائيل ملك أرام في رموت جلعاد، فضرب الأراميون يورام. فرجع يورام الملك ليبرأ في يزرعيل من الجروح التي جرحه بها الأراميون في رموت عند مقاتلته حزائيل ملك أرام. ونزل أخزي ابن يهورام ملك يهود ليرى يورام ابن أخاب في يزرعيل، لأنه كان مريضا. الفقرة دي بتكلمنا عن اتنين من ملوك يهوذا، يهورام وأخذية. والحقيقة عد علينا قبل كده أخذية ويهورام، بس ملوك إسرائيل. إيه ده، هو في تشابه أسماء؟ أقولك ده في اختلاط وتشابك ملوش مبرر. الحقيقة عيلة يهوشافات الراجل التقي بتناسب عيلة أخاب، فبقوا حتى أسامي الأولاد بياخدوها من بعض. أخاب كان عنده ابن اسمه أخذية، ده اللي وقع من على الكوة وبعت يسأل إلي هل أشفى ومات. وأخو أخذية هو يهورام الملك اللي ملك في أثناء خدمة أليشع. فكان أخذية ملك إسرائيل وبعد كده يهورام. هنا بنشوف يهورام الأول ابن يهوشافات، وبعد ما بيموت يهورام بيملك أخذية ابن يهورام. يعني أخذية ويهورام ملوك إسرائيل إخوات، الاثنين ولاد أخاب، لكن يهورام وأخذية أب وابنه والاثنين من نسل يهوشافات. فده توضيحا علشان الأسماء ما تدخلش في بعضها. يهورام استلم مهام ملكه مش بعد ما مات يهوشافات، لكن في أثناء ملك يهوشافات. وده بيخلينا نعرف أنه أوقات كتير في فترات الملوك بيبقى فيه تداخل، لأنك أنت ممكن لو جمعت عدد السنين اللي الملوك ملكوها تلقاها أطول من الفترة المحددة من انقسام المملكة للتبي. ده بيرجع للتداخل، فيهورام استلم المهام في أثناء ملك يهوشافات، وده اللي بنفهمه من الأعداد اللي قدام. برضو الجزئين دول اللي بيكلموا عن الملكين الشريرين دول اللي في يهوذا بيقدمونا تحذير رهيب جدا، حذار حذار من النير المتخالف. الملك التقي يهوشافات واحد من أعظم الملوك، إيه اللي حصل؟ اللي ماذا التدهور الزريع والسريع في العيلة؟ السبب إنه خد لابنه يهورام، خد لابنه بنت أخاب، بنت إيزابل عسالية. فعسالية لما جت لجوزت يهورام يتقال في السفر أخبار الأيام الثاني أصح 21 إنه كان شرير جدا يهورام، لدرجة إنه موت كل إخواته. بعد ما أبوه مات قتل كل إخواته، فضل هو بس. وبعدين هو مات فملك ابنه أخزية، وكان أخزية شرير جدا. ليه؟ لأن أمه عسالية. فيتقال في سفر أخبار الأيام الأول 21 إنه أمه كانت تشير عليه بفعل الشر، يعني هي اللي بتعلمه الشر. فطبعا النير المتخالف، حذار من النير المتخالف. أكتر من مرة في خروج 34 تثنية 7 تثنية 22 لا تصاهرهم، ما تاخدش، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، ما ترتبطش بأي شكل من الأشكال سواء في زواج أو في تجارة أو في أي حاجة بعنصر غير مؤمن، أي شركة للنور مع الظلم. والنتائج وخيمة إذا كسرت هذا القانون. لا، ما يعني ياخدها علشان يجيبها للرب، ولا تاخده علشان تجيبه للرب، لا الحقيقة هيحصل. ما يحصلش. يعني أبويا هو شفاق رجل قمة الحقيقة. طب بقى مين؟ أخاب حماه وإيزابل حماته ومراته عسالية، أثر فيهم للخير؟ بالعكس، ده هم اللي خلوه كتلة شر، لدرجة أنه لما بيشاور على الشر اللي عملوا ملوك يهوذا فيهم أشرار، هم قليلين الأتقياء في ملوك يهوذا لكن فيهم ملوك أشرار. لما الكتاب يذكر الشر اللي عملوا ما يقولش سيرة ملك من يهوذا الأشرار، لكن يقول عمل اللي عملوه ملوك إسرائيل، كأنه نقل شر مملكة إسرائيل في مملكة يهوذا. فلا، دايما معروف أنه الشرير هو اللي بيأثر في المؤمن، مش العكس زي ما البعض يتوقع. والنتيجة إيه؟ شر مضاعف في علاقته مع الرب، أضل باقي المملكة
اللي هدموا أبوه، الشر اللي هدموا أقصد أبوه هو بناه من جديد، والخير اللي بناه أبوه هو هدمه، وده نتيجة شيء واحد بس، ارتباطه بالشر وبالأشرار. رغم كل هذا الشر نقرأ في عدد 19: ولم يشأ الرب أن يبيد يهوذا من أجل داود عبده كما قال أنه يعطيه ثراجا ولبنيه كل الأيام. الرب باقي على مواعيده، الرب باقي على نعمته، الرب باقي على أمانته فعلا زي ما بتقول يا أخي. فدي مراحم الرب، رغم الشر الرهيب اللي موجود في أرض يهوذا لكن الرب ناظر إلى داود. بمناسبة السراج حضرتك، يعني الرب لازم يحافظ على السراج ده حتى لو بدأ ضوءه خافت جدا. يعني أيام صمويل لما بدأ صمويل يظهر في الصورة، وأيام عالي والشر اللي مش في المملكة، ده الشر وصل إلى بيت الرب قبل أن ينطفئ سراج الله. لا، مش هيسيبه ينطفئ. ليه؟ لأنه من السراج ده هيجي كوكب الصبح أو الشمس الحقيقي لشعب إسرائيل، من نسل داود لازم يجي ابن داود الحقيقي. وإكراما لاسم داود اللي عمل اللي الرب عايزه، الرب حفظ له على نسله إلى النهاية. طبعا النسل الملكي كان يجب أن يستمر إلى مجيء المسيح في تكوين 49: لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشرع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. الخط الداودي النسل الملكي يجب أن يستمر إلى مجيء المسيح. عشان كده يعني عسالية دي لما رأت أن ابنها أخازيا مات ذهبت فأبادت كل النسل الملكي، موتتهم كلهم، كأن الشيطان زرعها في البيت ده. لكن أخذ واحد من بين المذبوحين كأنه ذبح بالفعل، واتاخد كأنه من بين المذبوحين صورة للمسيح، وهي مالكة في الأرض 6 سنين في السنة 7 يملك يؤاش اللي يرمز إلى المسيح المقام من بين الأموات. في أيام أخاذيا ملك إسرائيل عاث مؤاب على إسرائيل، وفي أيام يهورام ملك يهوذا عاث أدوم على يهوذا وعلى يهورام. وده بيورينا أنه الشر بيخلينا نفقد قوتنا، نفقد سلطتنا، نفقد مناطق نفوذنا. وده واحد من التأديبات الإلهية على كلا الشعبين، على إسرائيل من ناحية وعلى يهوذا من ناحية، على اعتبار أن هذه المعاملات تنشئ توبة، لكن للأسف لم تنشئ هذه المعاملات توبة، بل من شر لشر لحد ما هم اللي يثبوا وتبدأ أزمنة الأمم فيما بعد. والعصيان ده فيه خسارة اقتصادية وسياسية، لكن كمان لما نقرأ عن لبنة حينازن عصت لبنة في ذلك الوقت، دي خسارة أرهب، خسارة روحية، لأن المدينة دي كانت مدينة الكهنة، فكأن الكهنة الأمنة للرب في الوقت ده ما رضيوش يرتبطوا أو يربطوا أنفسهم بملك مرتد ترك الرب فانفصلوا عنه، ودي تبقى خسارة كبيرة للمملكة. واضح في الجزء ده أن المصاهرات الدنيسة ركس عند الرب وعواقبها رهيبة. وتأكيدا لفكرة حضرتك يا خموعين اللي قلتها من شوية، أنه المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة وليس العكس. اللي بيحاول أنه يشاكل العالم عشان يغير العالم اللي بيحصل هو العكس. ما نقراش مرة عن ملك من ملوك إسرائيل أنه صعد إلى يهوذا ولا ذهب إلى أورشليم، أن لو حصل كده هيحن إلى عبادة الرب وهتؤكد أنه عنده رغبة أنه يرجع للرب. كده ما حصلش. لكن نقرأ كتير، نقرأ كتير أكتر من مرة عن ملك من ملوك يهوذا أنه ينزل إلى ملك إسرائيل، والنتائج والعواقب كانت رهيبة. مشاكلة العالم لا تغير العالم لكن تفسد شهادة المؤمن الأمين. وآخر واحد في الجزء بتاعنا ده اللي عمله أخازيا لما نزل عشان يجامل نسيبه ويسأل عليه، ما لم ينال سوى العقاب الرهيب من عاصفة غضب ياهو هي اللي قضت على أخازيا ملك يهوذا في الوقت ده. الكتاب بيأكد على يزرعيل وكأنه عاوز يحطها يعني في جملة مفيدة. هو لسه يهورام هيموت في يزرعيل ويتم قول الكتاب، لكن ده حتى قبل موته بيد ياهو بنشوف حذائيل لما انتثر على التحالف، تحالف بين ملك إسرائيل وملك يهوذا، واقفين ضد حذائيل، وكلام الرب لابد أنه يتم. وقاليش على نظر لحذائيل وقال له أنت هتضرب حذائيل
ضرب، لكن لفت نظري أن الكتاب بيحب يفكرنا بيزرعيل في عدد 29، فرجع يورام الملك ليبرأ في يزرعيل من الجروح التي جرحه بها الأراميون في رموت. اشمعنا يعني؟ ما هو أصل أخاب أبوه قتل نابوت في يزرعيل، ولازم يزرعيل تشوف الدم، دم نفل أخاب مكان ما سفك دم من نابوت يزرعيل. تأكيدا لكلامك في الجزء ده يتكرر اسم أخاب 7 مرات، وكأنه عايز يلفت انتباهنا لأخاب واللي عمله أخاب ونتيجة شر أخاب وقضاء الرب المعلن على أخاب وبيت أخاب. هو مات وثرته الردية ما انتهتش لحد النهاردة، علشان كده أهل العالم بيقولوا لنا إن الثيرة أطول من العمر، وحلو إن احنا ثيرتنا تكون بتمجد إلهنا لأنها هتفضل أطول من عمرنا. في العهد القديم نرى مطالب الله في التوراة، ونرى فشل شعب الله في تحقيق هذه المطالب في التاريخ، ونرى من سيحقق مقاصد ومشورات الله ألا وهو رب المجد في النبوات. ندعوك لدراسة أسفار العهد القديم معنا في برنامج فحصين الكتب.